الأولى بعد ثورة 30 من يونيو أو الموجة الثانية لثورة 25 يناير، وقد إيه إحساس الشعب المصري وإحساس الأجيال يمكن اللي ما عاشتش نصر أكتوبر المجيد ولكن عاشت وقوف رجال القوات المسلحة بجانب أبناء الشعب المصري، وقد إيه الجيش لبى إرادة الشعب المصري في ثورة 30 من يونيو. وبهذه التلبية لهذه المطالب استشعر من جديد الشعب المصري وقوف القوات المسلحة بجانبه في اللحظات الصعبة والحرجة. فبنحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر وهي الذكرى الأولى بعد ثورة 30 من يونيو، وحقيقة في دعوات عديدة جدا من كافة الحركات والقوى السياسية وحتى من الناس اللي ما عندهاش أي انتماءات حزبية أو سياسية أو ثورية، حريصة جدا إن هي تنزل بكرة في شوارع مصر وفي الميادين المختلفة لتحتفل وتحتفي بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وتؤكد تأييدها حقيقة ودعمها ومساندتها لرجال القوات المسلحة. فنحن في انتظار هذه الاحتفالية الكبرى غدا بمشيئة الله، في انتظار هذا الكرنفال المصري الجميل. يعني هذا الكرنفال الشعب المصري كله أعلنت إن هي في هذا الكرنفال ستقوم بالاحتفال مع الشعب المصري بكافة طوائفه وفئاته بهذا النصر العظيم وبذكرى مرور 40 عام على هذا النصر. ستقوم أيضا القوات المسلحة بعمل مسابقات، ستقوم أيضا بعمل عروض جوية في هذا اليوم، لأنه حقيقي يعني يوم 6 أكتوبر مش بس ذكرى عزيزة على كل مصري ولكنها أيضا عزيزة على كل عربي يشعر بقوميته وبعروبته وبوطنيته، ذكرى استرداد الكرامة العربية ليس فقط في مصر وإنما في أنحاء الوطن العربي، لأن هي بالفعل وكما يعني قالت أمل هي يعني أنهت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي كان يعتبر نفسه جيش لا يقهر. وبالتالي من هنا كانت مشاعر العزة والكرامة والفخر من جانب كل العرب بما حققه الجيش المصري. وطبعا نحن في انتظار أن يعني تحقق أيضا يعني سوريا نصر جديد وتستطيع أيضا استرداد الجولان المحتل حتى هذه اللحظة. كمان نرمين حقيقة من ضمن حقيقة فقراتنا وحواراتنا النهاردة نتكلم فيها بشكل كبير عن انتصارات أكتوبر، عن هذه الملحمة التاريخية العظيمة الحقيقة بيشهد لها العالم واللي معظم المعاهد والكليات العسكرية في عدد كبير جدا من بلدان العالم بتدرس لطلابها هذه الملحمة العظيمة، بتدرس لهم خطط الخداع الاستراتيجية، أهم الصعوبات والعراقيل يمكن اللي واجهت الجيش المصري، ولكن على الرغم من كده حقق انتصار عظيم بيشهد ليه العالم كله. هنتكلم عن خطط الخداع الاستراتيجية، هنتكلم عن دور القوات الجوية والبرية والبحرية في تحقيق هذا النصر العظيم، هنتكلم على هذه الملحمة الجميلة. واحنا صحيح. دلوقتي واقفين نرمين حقيقة بنستشعر هذه الأجواء الجميلة من بانوراما أكتوبر، وإن شاء الله يكون يعني دائما وأبنى الانتصارات لمصر بمشيئة الله إن شاء الله. وأيضا في هذا اليوم مشاهدينا سنستعيد معكم قصص بطولات وكفاح الجيش المصري وقياداته التي ضحت بأرواحها فداء لهذا الوطن ولتراب ولحفاظ على الأرض والعرض في هذا الوطن. الجميع لا ينسى أيضا الفريق أول عبد المنعم رياض قائد أركان الحرب في وقت حرب أكتوبر، واللي أصر بنفسه إن هو ينزل إلى أرض الميدان أرض المعركة، ويعني استشهد في هذه الأثناء أثناء يعني تفقده قواته وعدم اكتفائه بالجلوس ربما بعيدا عن المعركة وأرض القتال، ولكنه صمم على النزول إلى إحدى الدشم التي كانت قريبة جدا من يعني خط القتال، وبالتالي استشهد ونحسبه شهيدا مع مئات الشهداء الذين ضحوا بحياتهم وأرواحهم من أجل هذا الوطن ومن أجل الحفاظ عليه. أيضا مشاهدينا من المعروف أنه يوم 6 أكتوبر تم اختياره بعناية لأنه بيوافق يوم عيد الغفران اليهودي،
من هنا كان عنصر ايضا المفاجاه ربما للجانب الاسرائيلي الذي لم يكن يتوقع اولا اختيار هذا اليوم وهذا التوقيت، ثانيا قدرات الجيش المصري كانت مفاجاه بشكل كبير للجيش الاسرائيلي، يعني افقدته ربما القدره على التفكير او السيطره وتدمير خط بارليف، يعني فعلا هي كلها تفاصيل وبطولات لا نستطيع في دقائق او ربما ساعات ان نذكرها. يعني الحقيقه بخلاف كمان القاده العسكريين اللي تقدموا الصفوف في حرب اكتوبر المجيده، كمان في جنود وفي افراد يمكن الناس ما تعرفش اسمائهم ايه، ما تعرفهمش بشكل مباشر، ما فيش تسليط للضوء عليهم في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن حقيقة هم قاموا بدور عظيم وبدور بيتسم بالشجاعة والبسالة العظيمة جدا، لأن لولا تضحياتهم بحياتهم وبأرواحهم ما كناش عشنا دلوقتي يعني هذه الأيام من الاستقرار ومن السلام ومن النعيم، لأن طبعا الأمن المصري شيء مهم جدا، قضية السلام من القضايا الهامة جدا حقيقة، اللي يمكن عدد كبير جدا من دول العالم بتلهث على الحصول على السلام في بلدانهم، ولكن الجيش المصري خير أجناد الأرض استطاع أن يسترد الكرامة ويسترد العزة ويسترد الأرض ل المصريين ويسترد الكرامة والفخر والاعتزاز دي العرب أجمع. هي كل التحية بالفعل، يعني أولا كل الدعوات بالرحمة والمغفرة لجميع شهداء حرب أكتوبر المجيدة، وأيضا كل التحية والإعزاز والتقدير والعرفان لجميع من شارك في هذه الحرب وساهم في أن نكون الآن في بانوراما حرب أكتوبر نستعيد ونستذكر هذه الذكريات العطرة وأيضا نستحضر روح أكتوبر. ربما الآن في مصر نحن في حاجة إلى هذه الروح، لأننا في حاجة أو يعني لأننا نقوم بعبور لا يقل أهمية صحيح. ربما عن 30 يونيو نحن الآن الشعب المصري لابد أن يتكاتف، لابد أن ينظر إلى المستقبل بشكل يعني في تفاؤل وفي أمل وفي أيضا إصرار على يعني جعل هذا البلد يعني أكثر تطورا وتقدم وأكثر تنمية وأكثر سلام وعدل. فبالتالي دي مناسبة يعني جميلة أن احنا نستحضر هذه الروح من أجل البناء لمصر جديدة، يعني فبالتالي احنا بنتمنى أن نكون النهاردة إن شاء الله في صباح جديد، وعلى مدار حوالي يعني ساعة ونص أو ساعتين حتى 10 من صباح القاهرة نستطيع أن نقدم لكم مشاهدينا هذه يعني الفقرات وهذه الحوارات مع عدد من يعني اللواءات و قيادات القادة العسكريين الذين شاركوا في هذه الحرب حقيقية في حرب أكتوبر المجيدة. هنتكلم عن ذكرياتهم مع هذه الحرب، أهم الصعوبات اللي واجهوها، الثغرات إزاي تعاملوا معها، إزاي قدروا أن هم يحققوا يعني هذا الانتصار العظيم، إزاي خطة الخداع الاستراتيجي كان ليها دور كبير جدا، الذكاء والدهاء في التعامل مع العدو الإسرائيلي وتحطيم الأسطورة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي هو القهر الذي لا يقهر مطلقا. في حقيقة أمور كثيرة جدا، وكواليس الحرب وتفاصيل هذه الحرب هنتعرف عليها من خلال لقاءاتنا مع حقيقة أعظم القادة العسكريين اللي شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، ولكن في النهاية طبعا بنقدم التحية لكل قائد وكل ضابط وجندي وفرد من أبناء القوات المسلحة، تحية خالصة لخير أجناد الأرض. مشاهدينا الكرام، يعني احنا بعد فاصل قصير سنعود بعده ونلقاكم لنبدا معكم اولى فقرتنا في هذا اليوم يوم 5 اكتوبر على الهواء مباشره من بانوراما حرب اكتوبر المجيده بعد الفاصل.